صباح الخير لكل المشاهدين بلبنان والعالم، برحب فيكم بحلقتنا لليوم من برنامج الحدث. اليوم الخميس 27 اذار 2014. بسر ان نرحب بضيفنا بهالحلقه النائب السابق استاذ صلاح حنين. صباح الخير. صباح النور، واهلا وسهلا فيك. اليوم معك استاذ صلاح رح نجرب انه نفهم اكثر من الناحيه الدستوريه بالاضافه طبعا للناحيه السياسيه، نفهم اكثر تفاصيل عن الاستحقاق الرئاسي المنتظر. كلام كثير حول هذا الاستحقاق، هل سيحصل وكيف، ما هي الاحتمالات، ما هي السيناريوهات، ما هي فعلا يعني صلاحيات هذا الرئيس، ما هي مواصفاته، ماذا يعني الرئيس القوي، من هم الناخبون الحقيقيون، هل هم اللبنانيون ومجلس النواب اللبناني أم هناك لاعبون إقليميون ودوليون هم المؤثرون الحقيقيون في هذا الاستحقاق، بالإضافة طبعا إلى كل الملفات المطروحة الحكومية والأمنية وغيرها والتي بطبيعة الحال تؤثر بشكل أو بآخر على الاستحقاق الرئاسي. نبدأ مباشرة بالاستحقاق الرئاسي استاذ صلاح، من خلال المعطيات والمواقف التي تطلق كل يوم والمحيطة بالاستحقاق الرئاسي، هل ترى أن يمكن للبنان أن يسير في طريق آمن نحو الانتخابات الرئاسية؟ تماما طبعا، يعني لبنان ما ناقصه شيء حتى يوصل لانتخابات رئاسة جمهورية ويطلع برئيس جمهورية فعلا منتخب لبنان. إنما لذلك قبل كل شيء كل واحد بده يتحمل مسؤوليته، يعني النواب قبل كل شيء بده يتحملوا مسؤوليتهم، بمعنى أنه بدهم ينزلوا على المجلس النيابي ويكونوا كلهم موجودين. يعني هذا القول أنه نصاب وما نصاب بغض النظر، أنا عندي رأي بهذا الموضوع، بس بغض النصب النظر يعني أنت بتقدر تعتقد أنه بالأمور التشريعية ممكن كتلة تنسحب ما تأمن نصاب، بيعتبروا أنه يمكن إذا ما تصوت على القانون اليوم تصوت عليه بوقت آخر بيقدر يكون مفيد أكثر للبلد، مفيد أكثر للمواطنين. هيدا أمور بفهمها، بس تجي لموضوع المؤسسات، بموضوع المؤسسات ما فيك تعطلي النصاب وما فيك ما تنزلي وما فيك ما تعملي وجباتك وقت بتكون له علاقة بالمؤسسات وخاصة بالمؤسسة الأولى اللي هي على رأس السلطة الإجرائية. إذا قبل كل شيء بدهم ينزلوا النواب يعملوا واجباتهم ويطبق الدستور. وقت اللي بينزلوا النواب يعملوا واجباتهم ويطبق الدستور مثل ما هو موجود، بتكون أكيد أنه بنوصل لرئيس تنافسي. وقت أنت بتقولي رئيس تنافسي يعني رئيس لبناني، رئيس منتخب في لبنان، منتخب من المجلس النيابي بشكل ديمقراطي حقيقي، بشكل ديمقراطي. هذا اللي بدنا اياه نحن. أنا بهمني بالنسبة لي يكون الرئيس دستوري، بمعنى أنه ما في مانع انه يكون رئيس جمهورية، ما يكون قائد جيش مثلا بعده بمهمته، ما بدنا هيدا خرق للدستور. هلا رح نحكي بعد شوي عن احتمالات التعديل، بس انا بهمني هيدا، انا ديشا بسمي لي من هلا خرق للدستور مش تعديل للدستور. حس تعديل الدستور له فلسفه دستوريه وله مبادئ دستوريه وبرجع بحكي لك عنها. انا بهمني يكون رئيس الجمهوريه منتخب وفق الدستور وفق المبادئ الدستوريه وبالمنافسه، ما هيك؟ ليه بالمنافسه؟ نحن دائما بنقول بدنا رئيس جمهوريه له حيثيه سياسيه حتى يقدر يقعد بهالمركز، وهو هو الساهر على احترام الدستور الوحيد بالدستور يلي له هالصفه، بده يقدر يقعد هالمركز ويتحمل مسؤوليته ومرتاح. حتى يقدر يقعد بهالمركز يتحمل مسؤوليته مرتاح بده يكون جاي بشكل تنافسي. ليه؟ حسوات بصير في تنافس، يعني في كتل عم تتالف حول هذا المرشح او ذاك. وقت اللي بيوصل لسده الرئاسه بيكون في كتله نيابيه وراء، مثل ما صار مثلا مثل سركيس وسليمان فرنجيه الله يرحمه التنيتون، وبغض النظر على كل واحد منا بالشخصين، انما في ليس سركيس كان مدعوم من كتله النهج وثامي فرنجيه مدعوم من كتله الحلف. وقت اللي واحد منهم بيوصل الى سده الرئاسه في مجموعه نيابيه موجوده حواليه، اذا هيدي بتخلق له كمان حيثيه سياسيه بغض النظر كمان عن هو وشخصيته وطاقاته. ولكن حضرتك عم تحكي عن رئيس تنافسي بوقت انه كل التحليلات تشير الى حاجه لبنان اليوم الى رئيس توافقي، لانه الرئيس التنافسي لن يؤمن النصاب المطلوب في مجلس النواب. رح لك اولا الموضوع النصاب انا برايي عم بياخذوه بشكل خاطئ، وكمان بقدر اشرح لك بهالموضوع.
يعني بهيدا الموضوع سي انفيرسمون بروبورسيونيل، يعني العكس تمام عن الصوره المطروحه. يعني في ناس بتعتقد انه والله رئيس جمهوريه اذا منتخب بالثلثين يعني هو قوي. شفنا رئيس جمهوريه منتخب ب 120 تقريبا نايب وما عنده نايب معه، ما هيك؟ مش هيدا المبدا الصحيح. المبدا الصحيح اولا مش هيدا المبدا الدستوري، مش المبدا الصحيح انه هيدا الموقع بده يكون توافق. وقت اللي بتربطيه بالتوافق يعني عم بتضعفي الموقع الرئاسي من اذا بدك حيثيته، لا من حيثيته، من حيثيته السياسيه، حيث دائما بالتوافق عم بيجي الشخص اللي اخر ما في ما بيزعج حدا او ما له حيثيه، حتى كل واحد يعتبر انه هو قادر يتحكم بهالموقع اكثر او ضله قادر يتحكم بالسياسي اكثر. انما وقت اللي انت بتحطيه باطاره الدستوري، انا ما عم بخترع شيء، بس تحطيه باطاره الدستوري تماما مثل ما عم بعطي مثل مثل ما صار بوقتها، بس طبعا في تفسير لهالموضوع، بس تحطيه باطاره الدستوري عم بيجي له حيثيه تمثيليه منتخب في لبنان. انت بترضي كمواطنه لبنانيه انه رئيس جمهوريتك يتفق عليه بالدوحه؟ انا ما برضى. انا عندي مجلس نيابي، عندي نواب عم بتفعلوا اجرتهم، واليوم على كل حال صادروا القرار واذا بدك مددوا لحالهم بشكل غير دستوري، بس خلينا نقطع هالموضوع. انا ما بحب انا كمواطن لبناني رئيس جمهوريه يكون متفق عليه بالدوحه او بواشنطن او بباريس او باي بلد الكان. انا مش هيدا اللي بدي، صار في تسويه حتى نجي برئيس، ما هيك؟ وهذا الرئيس اخر ما في ما معه نايب معه، يعني اذا بده ينزل على المجلس مثل ما الدستور بيسمح له يبس روحه بالمجلس، يعطي مشروعه للمجلس، يكون عنده رؤيه بالمجلس، ما في نايب، ما عنده نايب معه. مش حتى كتله، انا بدي انه رئيس الجمهورية وفق الدستور يكون عنده كتلة، وقت بيصير عنده كتلة كتلة نيابية مهمة معه وتزيد عن النصف، بيصير ساعتها قادر يتفاعل مع هذه الكتلة حتى يقدر يحقق مشروع، ما هيك؟ مفيد للبلد. هذا ما يجب أن تكون عليه الأمور، ولكن إذا بدنا نكون واقعيين يعني حتى يعني الاستحقاقات الأخيرة يعني التي حصلت وصولا إلى الواقع السياسي اليوم والانقسام الحاصل بين 14 و8 أذار، قد في إمكانية أنه نوصل إلى مرشح تنافسي من النوع الذي تتحدث عنه؟ كل الإمكانيات موجودة. حس أنت وقت اللي بتحطي الانتخابات بهالإطار بصور مجبورين هالفريقين يقدموا أحسن ما عندهم، هيك؟ ويقدموا الشخص اللي قادر يحصل على ثقة الناس ككل. وأنا هون ما بشي كل واحد حد يرشح بده، أنا بالنسبة لي ينزل نايب يعملوا واجبه الدستوري، مين بينتخب بيصطفل، أنا مكلفه وبتفعله يعني معيشه حتى ينزل يعمل واجبه الدستوري. هلا ضميره بيقول له انتخب هون او هون، انا ما لي عليه بهالموضوع. انما انت وقت بتحطيه بهذا الاطار التنافسي بصير حكما بدهم الرئيس الجمهوري اللي بيقدروا يعني يلتفوا حواليه وبيقدروا يربحوا من هون ومن هون، يمكن هذا المستقبل. بس هو بدي ارجع معك للنصاب، يعني اشرح لي اكثر ليش ما يعني الطريقه المطروحه فيها موضوع النصاب عم تقول انه في شيء يعني مطروح بطريقه خاطئه، يعني أين الخطأ؟ اليوم لما بيشوف فريق أنه في مرشح من الفريق الآخر بظل كل هالانقسام الحاد بين 8 و14 أذار ما رح يأمن نصاب الجلسة، ونفس الشيء بالنسبة يعني لا يعني سواء ل 8 أو ل 14 أذار، فهذه لعبة يمكن للأفرقاء التحكم فيها ومنع إجراء الاستحقاق، يعني طالما ليس هناك توافق على مرشح واحد. شفت كيف حيث انربط الرئيس الجمهوري بالتوافق، انربط رئيس الجمهورية بالضعف، انربط رئيس الجمهورية بالاتفاق عليه بالخارج، انربط بانتخابه بالدوحة أو بغير الدوحة. هيدا الخطأ. هلأ بدأ شوية شرح إذا عندك وقت الموضوع. أكيد ما بدنا نستفيد موجودك لنفهمها من ناحية دستورية. بدأ شوية شرح، بس أنت وقت تربطي رئيس الجمهورية بالتوافق يعني ربطيه برة لبنان، يعني ما عاد منتخب من لبنان، ما عاد منتخب من المجلس النيابي، ما عاد في تحالفات وشد حبال ونقنع هالمستقل ونقنع ذات المستقل. حتى لو توافقوا عليه اللبنانيين؟ يعني هلأ بحث تاني، إذا اليوم في شخصية لبنانية ممكن ال 128 يصوتوا لها، عال هو دائما الدستور بيفتح لك باب للتوافق. يعني الدستور بموضوع الحكومة بيقول لهم توافقوا معي وخير، انا بتمنى انه كل موضوع بالحكومة يصير في توافق عليه، انما بيقول لهم اذا ما توافقتوا بتروحوا على التصويت، على التصويت بالنص زائد واحد للامور العادية، وفي 14 بند بالدستور بيعتبرها امور غير عادية يعني مهمة، هيدي بدها الثلثين، معي؟ إذا دائما الدستور بيقول لك توافقي وعال التوافق، والا
في الانتخاب. نعم. ما بيربط الدستور هذا الاستحقاق بالتوافق. يعني الدستور بيقول لك انه بالدوره الاولى بده الثلثين، ما بيقول لك الثلث زيد واحد بيعطلوا الانتخابات الرئاسيه. ما هيك؟ اذا بدك بشرح لك هيك باسرع وقت ممكن، بس تسلسل افكار. نعم تفضل. اذا عندك وقت. بالاول في ماده ال 34 هي اللي بتحدد النصاب بالنسبه لجلسات مجلس النواب بالنصف زيد واحد. هيدا الدستور. هلا الدستور وقت اللي هو بده انه يعدل بالنصاب، منه خجول الدستور، بعدل صراحه بالنصاب. يعني في عندك الماده 79 اللي لها علاقه بتعديل الدستور، بتقول لك انه لا تعديل الدستور، بدي نصاب بالثلثين وتصويت بنفس النسبه مينيموم. يعني بدي مينيموم نصاب بالثلثين وتصويت بالثلثين. اذا الدستور منه خجول وقت اللي بده بيقول. هلا بموضوع المادة 49 لانتخابات الرئيس، واضح الدستور هون بيقول لك انه انا حتى ينتخب الرئيس بالدورة الأولى بده ثلثين عدد النواب. يعني بينزلوا هالنواب، بيترشح اللي بده يترشح، إذا واحد أخذ من أول دورة 86 وما فوق بيكون انتخب رئيس، إذا ما أخذ 86 ما بيكون انتخب رئيس، بنمرق على دورة ثانية، بنمرق فورا على الدورة الثانية، والدورة الثانية بتصفي بالنصف زائد واحد. ما فيك انت تربطي شرط الانتخاب بالنصاب، ما فيك بتكوني عم تخترع نصاب من عندك وبتكوني عم تعملي فرد جلسه نصابين، اول نصاب بالثلثين، ثاني نصاب بالنصف زائد واحد، مش هيدا ابدا ابدا المطلوب. هلا برجع بقول انه الدستور بيقول لك هيدا شرط انتخاب، اذا انت بدك تعملي رئيس الجمهوريه من اول دوره بدك الثلثين، بس ابدا ما عم بقول ابدا انه الثلث زائد واحد بيعطلوا رئيس الجمهوريه، وهيدا اللي عم بينعمل اليوم، الثلث زائد واحد عم بيقدروا يعطلوا انتخاب رئيس جمهوريه، ومش هيدا المطلوب. هلا بس تاخدي كمان فكره صغيره، في بموضوع كمان التعديل الدستور، في بمكان ما بدهم ينتخبوا بالثلاث ارباع، هل نعمل كمان النصاب بالثلاث ارباع؟ لا، بتعديل الدستور نصاب ثلثين مثل ما حددته الماده 79، وقت بحاله من الحالات بدك تصوتي بثلاث ارباع مش عم نرفع النصاب. باي حاله يعني يتم التصويت؟ هيدي بثلاث ارباع بتقول لك اذا اصر المجلس على اقتراح تعديل الدستور باكثريه ثلاث ارباع مجموع اعضاء المجلس، ما هيك؟ هيدي بحال معينه. نعم. بدون ما افوت فيها هلا بتفاصيلها. نعم. بس انت مش عم تيجي كمان ترفعي النصاب لثلاث ارباع، النصاب هو النصاب واحد، النص زائد واحد، بحاله وحده في نصاب الثلثين، والدستور حددها هيدي حاله الثلثين. هلا خليني اعطيكي مثل صغير بس توضح لك. نعم. هالفكره. انت بتعرفي انه رئيس المجلس بعد سنتين بيقدر المجلس يطرح في الساعه، بس بقول الدستور انه اذا بدك تطرح الساعه بالمجلس بده ثلثين المجلس يسحب منه الساعه. واضح؟ طيب لكن شو بنعمل؟ بدا رئيس المجلس الى بيصير في طلب طرح الساعه، بدا رئيس المجلس الى جلسه. إذا بده يربط الشرط إنه بدهم ثلثين يسحبوا منه الثقة بالنصاب، بيقدر يبقى كل السنتين الباقيين ناطر النصاب، صحيح؟ شو بتكون عملت المجلس تعطل؟ بمعنى شو بصير هون بالحالة يعني؟ هون اللي لازم يصير إنه بيدعي لجلسة، بينزل 65 وما فوق، يعني نصف زائد واحد ما فوق، بتمشي الجلسة. إذا في ثلثين سحبوا من الساعة انسحب منه الساعة، وإذا مشيت الجلسة وما في ثلثين سحبوا من الساعة بنكون برقنا على القضية وبقي هو بمكانه. يعني ثلثي الموجودين؟ لا، هيدي دائما ثلثي عدد النواب، هون بهالامور اللي عم بحكي لك اياها دائما ثلثي عدد النواب، هيدي نفس الشيء مثل موضوع انتخاب الرئيس. اذا خذي هالمثل، يعني انا بتمنى الرئيس بري اللي عم بحكي بالمنطق الاخر بكره ينطرح في الثقه وما ينزل ثلثين، لكن هو بيتعلق وضعه بضله على ثلثين، ما بيقدر يدير المجلس، ما هيك الجلسات معلقه، لاحظ في موضوع الثقه وموضوع الثقه المطروح معلق ومنعلق كل الأعمال. ما هيك الدستور دائما مع التوافق، إنما مش مع التعطيل، دائما مع الاستمرار، مع إنه المؤسسات تكون موجودة. ما فيك أنت تترجمي الدستور بالمعنى التعطيلي. بعدين اليوم رئيس مجلس النواب بيجي بالانتخاب العادي بالأكثرية النسبية حتى بيقدر ينتخب ب 30 واحد، آخر ما في
عندك رئيس مجلس اليوم له حيثيته السياسيه، لا حس في تحالف وراه، ما هيك حس اذا انطرح بشكل تنافسي في رح يكون كمان عنده كتله وراه. ليش ورئيس الحكومه نفس الشيء، ليش بس رئاسه الجمهوريه بدنا نربطها بالخارج بالتوافق؟ شو يعني التوافق؟ بالدوحه، بواشنطن، بباريس، بمدغشقر، بالبديكي. كيف شايف ما هي قيمه اللجنه التي شكلها الرئيس بري يعني، والتي ستبدا اعمالها بجوله واستمزاج اراء وما الى ذلك؟ بشكل اساسي عم بيقولوا هن عم بيجولوا، رح يجولوا لحتى يشوفوا قد ايه في امكانيه لتامين النصاب على الاقل. ستنا هيدا عمل سياسي. هلا موضوع النصاب انا مصر عليه، مصر عليه، اذا بدي منتخب بلبنان رئيس جمهوريه بدنا نحترم الدستور وننقل على الدوره الثانيه بالنص يد واحد. هلا بالنسبه للرئيس بري طبعا هيدا عمل سياسي وعنده الحريه المطلقه، انت فيك تعملي، انا في اعمل، النواب فيهم يعملوا، الوزراء فيهم يعملوا. شو الخطوه الاولى اللي لازم يقدم عليها يعني برايك اليوم؟ هلا انا بديك رايي شو الخطوه الاولى اللي بده يقدم يعني عليها؟ لازم انه يقدم دستوريا، يلي واجبه يقدم عليها دستوريا. انت من يومين من 25 اذار بلشت المهله الدستوريه للانتخاب، المهله الدستوريه للانتخاب من 25 اذار يعني من يومين الى 25 نيسان. بهيدي المهله الدستوريه مجبور، لازم، واجب عليه، مش انه هيدي شغله مزاجيه، واجب على رئيس المجلس انه يدعي المجلس للانتخاب. هيدا أول نقطة، والمجلس كله لازم ينزل، حسائل العلاقة بمؤسسة دستورية ما في ما ينزل. أنا برأيي هلأ يعمل الاتصالات اللي بده إياها، خير، هيدا حقه السياسي. بالسياسة أنا ما عندي مشكلة، كل الدنيا مفتوحة بالسياسة، إنما الدستور في مهل. حيس على كل حال منيح إنه الدستور بهالموضوع تنبه، بقول إنه إذا ما اندعى المجلس بهالمهلة الدستورية بمهلة الشهر 10 أيام قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية اللي بتنتهي ب 25 أيار، إذا 15 ايار يجتمع المجلس حكماً يلتئم حكماً الرئيس. ويصبح برافو عليك هيئة انتخابية. اسمح لي اخذ تفاصيل اكثر عن عمل اللجنة النيابية التي ألفها الرئيس بري. معي مباشرة عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر مباشرة عبر الهاتف. صباح الخير. صباح الخير سيد كاترين، وصباح الخير للصديق. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. لو سمحت أن تشرح لنا أكثر يعني عن مهمة هذه اللجنة، خصوصا وأنه اليوم ستستهلون النشاط وفي على جدول أعمالكم زيارة بشكل أساسي لبكركي، ما هو المرتقب وما هو الهدف الأساسي؟ أولا زيارة بكركي هي يوم الاثنين مش اليوم، يعني صار في يمكن صار في التباس يمكن يوم معلومات متضاربة حول الموعد. الموعد الذي حدد بكركي هو يوم الاثنين، ولكن اليوم في زيارة للرئيس عون ولدولة الرئيس المر ميشيل المر. نعم هني بداية، وبكره والتنين يعني في يعني محاولة انه انهاء هذه المشاورات بسرعة. والواقع كاترين انه هذه المشاورات لم تبدأ اليوم، هي بدأت الثلاثاء. يعني هناك قسم من المشاورات عم بيقوم فيها الرئيس بري بشكل مباشر حيث يتاح له ذلك. يعني ما ننسى انه يوم الثلاثاء هو 25 أذار كان عقد اجتماع بين الرئيس بري والرئيس سميورة رئيس كتلة المستقبل استمر 3 ساعات. فإذا يعني التشاور قائم على قدم وساق. طبعا يعني أنا بوافق الصديق صلاح لين على أنه هناك مهلة وهناك ضرورة، ولكن المهلة لم تحدد يوم أنه لازم بأول يوم، عقد شهر أو شهرين يعني في وقت. ولكن القضية ليست قضية الدعوة إلى الجلسة فقط. هو قال شيء مهم بحديثه أنه يجب أن يلتزم كل النواب وكل كتل النبي بالحضور لتأمين النصاب لإنجاح الجلسة. نعم يعني الموضوع مش قصة دعوة فقط لأجل الدعوة، أهين شيء يوجه دعوة الرئيس بري، أهين شيء هلا بيطلع بيان من سطرين دعوة يوم الفلاني لجلسة. طيب وإذا ما إجا نصاب مصاب بخيبة أمل في لبنان. هون تتركز مهمتكم على هذه النقطة تحديدا، مهمة اللجنة يعني. المهمة تبعنا هي طبعا الاستماع إلى آراء كل الكتل النيابية وعرضها للرئيس بري حتى يكون فكرة عن كيف توجهات النيابية بالنسبة لموضوع عقد جلسة لانتخابات رئيس جديد للبنان. نعم. نحن كلنا بنريد أولا أن نلبن هذا الاستحقاق، يعني أن نعطي هذا الاستحقاق طابع اللبناني الحقيقي. وثانيا كلنا نريد أن ننجح في أن نجتاز هذا الاستحقاق اللي هو انتخاب رئيس.
هلا اليوم يعني مؤشرات جيده، يعني كون اللبنانيين من خلال تكلم النيابي استطاعوا ان يتوافقوا على تشكيل حكومه واحده جامعه وعلى اعطاء الثقه لهذه الحكومه، واليوم ان شاء الله عم بتباشر اعمالها، يعني هذا طبعا يسهل موضوع الاستحقاق الرئيسي ولا يعقده. يعني هيك قد تكون ابعد ما يكون عن اللبنان اللي عم تحكي عنها. عفوا؟ قد يكون هذا الامر يعني يؤكد انه اللبنان اللي عم تحكي عنها بعيد يكون البعد عن عما يجري يعني حول الاستحقاق الرئاسي، لانه نعرف انه في تسويات كبرى اليوم هي التي انتجت حكومه الرئيس تمام سلام يعني بعد 10 اشهر من الازمه. اذا كان هذا هو المعيار يعني نحن امام بعد شديد عن اللبناني. بس السؤال اللي بدي اسالك اياه كاترين، الا تعتقدي بضروره التواصل بين الكتل النيابيه لاجل انجاح؟ اكيد من حيث المبدا التواصل ضروري اكيد. يعني هل انت عم توحي انك انت ضد التواصل بين اللبنانيين؟ لا، بس في علامات استفهام يا ترى التواصل رح يؤدي الى نتيجه لبنانيه ام ما حيؤدي؟ ليش ما بتنطري بتشوفي؟ يعني ليش بشوف؟ اليس التواصل افضل من المقاطعه؟ نعم. وما حدا يحكي مع حدا؟ طيب استاذ ياسين، مهمتكم إلى مهله محدده يعني ام الافق مفتوح؟ عفوا؟ هل مهمه اللجنه إلى مهله محدده ام ان الافق مفتوح للتشاور يعني طالما معنا وقت؟ خلال ايام قليله. خلال ايام قليله مثل ما قلنا لك بلش التشاور من 25 الشهر صباحا بأول اجتماع عقد بين الرئيس سري والرئيس سنيورا، واليوم خلال كم يوم بسيطين بيكون يعني ما بتنتهي الجلسات التشريعية إلا بتكون عمل اللجنة انتهى. نعم، أنا بشكرك على هذا يعني التوضيح. يعني في لقاءات ومواعيد مكثفة كل يوم. نعم، شكرا لك عضو كتلة التنمية والتحرير ياسين جابر، أهلا وسهلا فيك. برجع لك أستاذ صلاح قبل ما أنتقل لكلارا وجولتها على الصحف، يعني شو تعليقك على هذا الكلام؟ يعني قبل كل شيء بتعرفي في كلمه انه بقولوا لبنانيه هذا الاستحقاق، ما هو هذا الاستحقاق اصلا لبناني، يعني هي بس تقولي لبنانيه يعني ما عم نعترف انه غير لبناني، بس وانه هذا كمان واقع يعني ما بدنا كمان يعني نحكي بالمثاليات وما نكون واقعيين. امبارح كنت عم بقول انه صار في عنا بالسياسه انفصام في الشخصيه، بتعرفي الانسان اللي عنده انفصام بالشخصيه بيكون مضر لعائلته، مضر لحيه، مضر لمنطقته، مضر لبنيته، مضر حتى اوقات لاولاده، اللي عنده انفصام بالشخصيه، نحن دائما صار عنا انفصام بالشخصيه انه يا اخي هيدا الدستور بس هيدا الواقع، الواقع لازم يكون واحد، هو لازم يكون الواقع الدستوري، ما فيك تقولي ايه هيدا الدستور بس حطوا لي هلا بالشارور. ما في كلمه الامريكيين وكلمه السوريين وكلمه الايرانيين وكلمه الفرنسيين. هيدا الغلط. يعني هذا حتى تاريخيا وليس يعني انت بتعرفي انه فقط يعني انت بتعرفي انه دائما كنا نقول اكثر رئيس اجا منتخب في لبنان هو وقت صار فيها التنافس بين السركيس وسليمان الفرنسي، هيدا واقع، هيدا واقع سياسي ما هيك، وهيدا واقع دستوري، إذا أنا بدي أبعد عن الانفصام بالشخصية، لازم في مكان ما نبتل نقول يا خيي هيدا الواقع، أنت بتعرفي إنه من أيامات التمديد للياس الهريوي، لا أيامات هيدا خرق للدستور، انتخاب إميل لحوت خرق للدستور، التمديد لإميل لحوت خرق للدستور، انتخاب ميشيل سليمان خرق للدستور، التمديد للمجلس النيابي خرق للدستور، التمديد لقائد الجيش خرق للقانون تبع، يكفي إنه ليش أنت وأنا وهالناس ليش مجبورين نعيش هذا الواقع يلي عم بيخلق لنا انفصام بالشخص. الواقع بده يكون واحد، بده يكون الواقع والقانون واحد، ما فينا القانون شيء، ما في القانون شيء والواقع شيء ثاني، يعني الدستور هو الذي ينظم حياتنا، شو الدستور؟ الدستور هو اللي بينظم المؤسسات وبينظم تعامل المؤسسات مع بعضها، إذا بدي سخف الأمور مثل قانون السير بالسير، أنت توقفي على الأحمر، تمشي على الأخضر، هيدا ممنوع، هيدا مسموح، شبهي ما في قانون سير، كيف شو بصير؟ من هلا لخمس سنين ما بيبقى حدا على الطرقات، ونحن نفس الشيء إذا ما في قانون ينظم بيناتنا وبنحترمه وبنجله وبنعتبره هيدا محرر لنا، بكره بعد كم سنه ما بيبقى منا شيء، هيدا الواقع اللي بدنا اياه، هيدا الواقع المذل لكل لبناني، هيدا الواقع اللي بدنا اياه. نعم، قبل ما اتابع معك رح نتوقف مع جولتنا اليوميه على ابرز ما ورد في الصحف مع كلارا، ومن بعدها نتابع اكثر بالتفاصيل الانتخابيه الرئيسيه، تفضلي كلارا. شكرا كاترين، بطبيعه الحال معظم الصحف تتحدث عن الملف الرئاسي حتى
حتى الصحف الأجنبية كانت عربية أو دولية، ولكن نبدأ من مقال مختلف كتبته ليا الأزي تحت عنوان في الأخبار، تحت عنوان الشيخ سامي فاول رابع. تقول في مقتطفات هذا المقال: الاستقالة هي الخطأ الرابع الذي يرتكبه الجميل، تقصد طبعا بذلك سامي الجميل، بحسب أحد أعضاء المكتب السياسي المعارضين له. فالكتائبيون لم يعودوا قادرين على تحمل هذه التصرفات غير المدروسة، ما بقى بتقطع. وعبر جزء لا بأس به منهم عن ضيقه خلال اجتماع اللجنة المركزية يوم الثلاثاء. الحديث خلال الاجتماع كان قاسيا بحق الجميل، وهم استفادوا من غيابه بداعي السفر كي يقترحوا من دون إحراج أن يهتم بنيابته بدل إدخال الحزب في هذه الدهاليز. قيل في الاجتماع استنادا إلى المصدر أن تصرفات الشاب لا تتوافق مع المسار الذي قرر الحزب السير به، كذلك فإنه لم يعر أهمية للظرف الحسابي أو عفوا الحساس الذي يمر به الحزب، وتربص باقي الأحزاب المسيحية به. تضيف: والمعترضون على أداء النائب المتني يتهمونه بأنه وضع عينه على رئاسة الحزب خلفا لوالده، وأنه استقال من منصبه للوصول إلى هذه الغاية. يصر عضو المكتب السياسي الكتائبي على التذكير بالأخطاء الثلاثة السابقة. الخطأ الأول كان الخطاب في ذكرى 14 من آذار في البيال، والذي لا يعبر عن خطاب الكتائب المنفتح على الآخر. ثانيا، موقفه المصر على الاستقالة من الحكومة في حال لم يعدل البيان الوزاري، وهو أحرج الوزراء في هذا الموضوع. ثالثا، زيارة الجميل للرئيس تمام سلام كانت مأساوية، فهو صعد من لهجته من دون التنسيق مع قيادته، الأمر الذي استدعى زيارة ثانية من الجميل الأب. هذا مقتطف مما كتبته ليا قزي. أيضا في الأخبار اخترنا ما كتبته رولا إبراهيم في مقابلة مع دولة الرئيس ميشيل المور تحت عنوان أسهم الرؤساء في بورصة أبو الياس عن الانتخابات. تقول: يطغى الأبيض والأسود على مواقف عمارة شلهوب تماما كحال صور أبو الياس والرؤساء والسياسيين المحتشدة على الحائط. سريعا يبلغك أن التداول الحالي بالأسماء ليس إلا وسيلة لحرقها بما فيها القيادات المارونية التي ترافق أو ترافق لفظها ابتسامة صغيرة. هل ميشيل عون وسمير جعجع وأمين الجميل المرشحون جديون؟ تحضر الابتسامة مجددا، هم يعدون أنفسهم جديين. الجميل وجعجع مستآن من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لمناغشته عون، وعلاقتهما بالشيخ سعد غير مستقرة، وبالتالي يصعب أن يكون أحدهما مرشح الحريري لرئاسة الجمهورية. وخلافا لكل ما قيل ويقال، لم يحمل لقاء عون والحريري حديثا عن دعم الأخير لرئيس تكتل التغيير والإصلاح في معركته الرئاسية. اقتصر الحوار بينهما على الموضوع الحكومي فقط، ولا صحة لغير ذلك. يرمي دولته وشاحه الكحلي حول رقبته، يسكت قليلا وهو يتمعن في صوره، يرتشف قهوته المرة ويعقب: يصعب على مسيحي متعصب أو مسيحي مدعوم من مسلم متعصب أن ينتخب رئيسا للبنان. ماذا عن رئيس تيار المرد النائب سليمان فرنجي؟ تختلف نبرة المر عند حديثه عن الإيدمي الذي لا يمكن له الفوز إلا بصفقة إقليمية تمنح النظام السوري مجددا مفاتيح بعبدة، والأمر مستبعد في الوقت الراهن. برغم صعوبة جوجلة أسماء المرشحين، إلا أن بوصلة النائب المتني تدور في أربعة اتجاهات. أولا، حاكم مصرف لبنان رياض سلامي، قائد الجيش جان قهوجي، الوزير السابق جان عبيد، والنائب روبير غانم. قبيل كل استحقاق رئاسي يحرص سليمي على استشارتي ليطلع على أسهمه الرئاسية. في الانتخابات السابقة صرحته بخطورة الوضع الأمني الذي يستدعي ترشيح قائد الجيش، وبما أنه لا معطيات أمنية واضحة في هذه المرحلة، يساوي المر بين حظوظ سليمي وقهوجي شرط ألا يرجح تدهور أمني كأحداث طرابلس الأخيرة، مثلا كفة العسكري مجددا على غيره من المرشحين. يظهر أبو الياس حماسة خلال حديثه عن قهوجي، لكنه لا يلبث أن يذكر بفرضية الصفقة الأمريكية الإيرانية التي يمكنها إعادة الهدوء إلى الشمال، وبالتالي تحريك الشراع الرئاسي في اتجاه معاكس. وبما أنه إذن بات واضحا عفوا لكل من يزور عين التين في الآونة الأخيرة، يقول أن جان عبيد يتصدر لائحة مرشحيها إلى قصر بعبدة، والمر يدرك ذلك جيدا. وأكد المر أن جان عبيد من الأوادم. وعن النائب روبير غانم، وصفه المر بغير الاستفزازي والمحافظ على علاقاته مع الجميع. طبعا تفاصيل أكثر في الأخبار.
ننتقل إلى النهار التي تقوم بجولة رئاسيات 2014، واليوم كانت مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الذي أعرب خلال حواره مع صحيفة النهار عن فخره بالعلاقة والصداقة مع سوريا أو مع الآل الأسد، قائلا: إننا مقتنعون بنشاط سياسي معين ولدينا توجه سياسي ورأي نمارسه، مضيفا: إذا تم اكتشاف يد لسوريا في الاغتيالات التي حصلت في لبنان فسأكون حزينا. وأكد أيضا ثبات العلاقة مع الرئيس السوري بشار الأسد وقناعة الداعمة لتوجهه وحماية الأقليات، وأضاف: إننا نتبع البطريرك الماروني السابق الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير دينيا، إنما في السياسة نعمل ما نراه الأفضل، وعلى الصعيد الشخصي نحبه بقدر ما يحبنا. وبكركي ليست مكسر عصا، واصفا بيان مجلس المطارنة الموارنة في 5 نيسان 2005 بأنه ورقة نعوى، متسائلا: إذا كانت بكركي تبكي فلمن نشتكي ونبكي؟ كما رأى أيضا أن رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري هو شهيد لبنان، رافضا أن يكون شهيد لفريق معين، واصفا تحالفه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون وأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله بتحالف حقيقي وتحالف الإرادة الوطنية. أيضا في الشؤون اللبنانية، السفير اعتبرت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة السفير أن تحويل فرع المعلومات إلى شعبة لن يمر اليوم في مجلس الوزراء، إذ أن تعديل المادة 17 من قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي المتعلقة بكيفية استحداث القطاعات وإنشائها يحتاج إلى قانون آخر يقر في مجلس النواب وليس إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء. وأفادت المعلومات للسفير بأن مجلس الوزراء قد يعمد إلى تشكيل لجنة وزارية لدرس الموضوع من جوانبه كافة، فإن أوساط بارزة في 8 أذار حذرت مما اسمته استعجالا غير مبرر في طرح هذا الموضوع في أول جلسة حكومية. ننتقل إلى البلد، وأيضا في الشأن الرئاسي، كتب الياس قطار: المستقبل يدرس ملف جعجع، لا وعد ولا حرج. في بعض مقتطفات هذا المقال يقول قطار: لم يكن حلما ما حدث في الكويت ومعراب تزامنا، ففيما كان العماد ميشيل عون يشارك في القمة العربية غيابيا بصفته رئيس الجمهورية أقلها على لسان أمير الكويت بزلة مكلفة، كان رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع يغرد خارج سرب 14 أذار معلنا ترشحه البديهي للرئاسة. واضح أن جعجع لم يستشر أحدا، وواضح أيضا أنها ليست زلة كتلك التي حضرت في الكويت، وواضح أنها ليست شططا من قائد يعتبر نفسه الزعيم المسيحي الأول في لبنان. إنها ببساطة رسالة خارجة عن المألوف في التوقيت والمضمون، رسالة راحت الرئيس سعد الحريري أكثر مما أحرجته ووضعت جماعته في حيرة من أمرهم. أيقولون نعم هو مرشحنا وهم لم يتفقوا بعد على أي مرشح؟ أيرفضون أن يكون جعجع مرشحهم الأوحد ويكسرون الجرة المتصدعة أصلا؟ أيغامرون بنسف كلمة متلفزة موثقة لزعيمهم ومفادها لدينا مرشح واحد في 14 أذار؟ طبعا اخترنا مقتطفات من البلد. في القبس، نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر مواكب للاتصالات حول الانتخابات الرئاسية أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس جبهة النضال الوطني نائب وليد جملاط اتفقا على أن يكونا كتلة واحدة، ولكن دون أن يحددا حتى الآن الاسم الذي يرتئيانه للوصول إلى قصر بعبدة، ولكن بالتأكيد دون أن يكون رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون أو رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وأضافت أن بري وجملاط هما اللذان يخترقان الاصطفاف الراهن للإتيان بالرئيس المؤهل لقيادة المرحلة أو لإدارة الأزمة. ولفتت المصادر إلى أن السفير الأمريكي ديفيد هيل قد يعمل على تسويق عون للرئاسة، وأنه ربما تلقى ضوءا أخضر من واشنطن وعليه أن يقوم بزيارة أو بزيارات عربية في هذا المجال. وأشارت إلى أن هيل يرى أن عون دفع إلى الخط الذي اعتمده عندما تخلى عنه حلفاؤه في انتخابات 2005، ودون أن تنسى واشنطن أنه أحد نجوم قرار مجلس الأمن رقم 1559 العلى 2004 الذي قضى بخروج القوات السورية وبحل الميليشيات المقصود حزب الله وسحب سلاحها. وتبعا لما يقوله المصدر، فإن انتخاب عون رئيسا للجمهورية يعني انفكاكه التلقائي عن حزب الله، أو بالأحرى انتهاء مفعول ورقة التفاهم التي وضعت عام 2006 بين الحزب والتيار الوطني الحر. بهذا نأتي إلى ختام جولتنا على الصحف، عودة إلي كاترين ولضيفك.
شكرا كلارا. نحن رح نتوقف استاذ صلاح مع فاصل اعلاني ومنتابع من بعده حوارنا. ابقوا معنا. برحب فيكم من جديد مشاهدينا وبتابع برنامج الحدث مع ضيفي انا بالسابق صلاح حنين. استاذ صلاح نتابع في استحقاق رئاسه الجمهوريه، هل تعتقد ان الدكتور سمير جعجع الذي اعلن انه مرشح طبيعي للرئاسه وايضا العماد ميشيل عون هما مرشحان جديان اليوم ويمتلكان حظوظ للفوز برئاسه الجمهوريه؟ لا، ما فيك تقولي انه منهم مرشحين جديين. بمجرد هول شخصين عندهم حيثيتهم، ما فيك تقولي مش مرشح جدي. طبعا مرشحين جديين هول شخصين، عندهم حيثيتهم، عندهم اتصالاتهم، عندهم تحالفاتهم، عندهم وجودهم بين الناس. اذا حكما بدك تقولي هول مرشحين جديين، انما المرشح الجدي بصير له امل الوصول اذا عملنا الانتخاب في لبنان، والمرشح الجدي مبعوض له امل بالوصول اذا بدنا نعمل انتخابات خارج لبنان. ليه؟ حيث بصفي الواحد حسب الفتويات اللي بدها تنوضع عليه، يعني اذا انا بس تصفي الانتخابات برات لبنان ما بقعد حدا لبناني يقدر يجيب رئيس، بس ماكسيموم بصير يقدر هو وغيره يعملوا فيتو على انتخاب رئيس. بقى بدل ما نكون نحن بلبنان قادرين اللبنانيين هن ياتوا برئيس، ما هيك، وبرئيس منتخب من المجلس النيابي اللبناني بحيثيه معينه، بدل ما نعمل هيك وهيدا خير بصير طبعا كل واحد قادر يعمل تحالفات جدي، وهالشخصين قادرين يعملوا تحالفات اذا جديين، بنصير عم نعملها برا ما بوت حدا يقدر يجيب الا بتصير في مجموعات طبعا لها حيثيه قدرت تعمل فيتو على هالشخص او اخر. وبما انه في امكانيه وضع فيتويات من تكتلات هيك على هالشخص او على الاخر، صار عندك صعوبه بوصوله بانتخاب بلبنان. في امكانيه، ما بقول اكثر من هيك، في امكانيه، ويمكن هن ساعتها كمان يرشحوا غيرهم، بس في امكانيه انه اصلا فريقهم بعد ما رشحهم، يعني فريق 14 اذار بعد ما اختار مرشح واحد وهو يضم عدد كبير من المرشحين، وفريق 8 اذار لم يعلن صراحه بعد انه صحيح، يعني ان مرشحه هو العماد ميشيل عون. اقلوا اذا منهم المرشحين هن ممكن يكونوا كثير جديين بترشيح غيرهم، يعني الهم وضعيه جيده في موضوع الانتخابات الرئاسيه، انما بس تحطيها برا ما بصير يلعب مين قادر يجيب، بصير يلعب الفيتو، مين عنده الفيتو اقوى تيمنع فلين او فليتين. يعني كل المعطى بيتغير، بدل ما نشتغل تنجيب رئيس ويكون عنده كتله، بنصير نشتغل تنحط فيتويات البعض على الاخر، تيجي واحد بلا كتله وبلا نايب ورا يجي فارغ من حيث السياسيه. بس بعيدا عن الحذر يلي ابديته من انه يكون الرئيس توافقي بمعنى ان يكون مجردا من اي حيثيات، يعني او حيثيات الرئيس القوي لانه يختار من الخارج، هل تعتقد انه البلد اليوم بالوضع الامني المتازم، بالوضع السياسي المتازم، بحجم الانقسام الحاصل بين مختلف الأطراف والأحزاب، يحتمل أن يأتي رئيس جمهورية يكون طرفاً نافراً بهذا الشكل، يعني سواء من 8 أذار أو من 14 أذار، أم أنه هنا فعلاً نحتاج لرئيس ربما وسطي أو مثل ما قال اليوم العماد عون مش توافقي، وفاقي، نميز بين التعبيرين، يحكم بقوة؟ بدي يجي شخص مدعوم، ما هيك؟ أنا ما عم بحكي عن رئيس استفزازي، أنا اللي عم بقوله إنه ممكن كتير كل هالكتل بالعكس ترشح أشخاص إلى قبول عند الناس، إنما هالأشخاص إلى دعم سياسي وحيثية سياسية. مش عم بقول ابدا انه اليوم بهمنا نحن بلبنان يجي حدا استفزازي، اصلا بس صور شخص رئيس جمهوريه صار رئيس جمهوريه لكل لبنان، ولو مدعوم من كتله نيابيه معينه، انما هو يتعامل مع كل مجلس النواب، يتعامل مع كل الشعب اللبناني بكل فئاته وشرائحه ومناطقه. وبيتجرد من مواقف من مواقف سابقه او من يعني ابدا ابدا مش هيدا المطلوب، هو شو المواقف السابقه الحكيمه؟ المواقف السابقه الحكيمه بده يكون واحد كيف بده يبني لبنان، شو المواقف السابقه؟ إذا المواقف السابقة كيف بدنا نضرب غيرنا هيدي مش مواقف. لا بس اليوم بيكون في مثلا شخص معروف بمواقفه تنقول ضد حزب الله أو بالعكس أنه مثلا بالنسبة لعماد عون أنه في ورقة تفاهم بينه وبين حزب الله، طيب عندما يصبح رئيس للجمهورية كيف يعني يتعاطى مع هذه الالتزامات السابقة، سواء ب يعني نزع سلاح الحزب أو بالعكس بأنه ورقة تفاهم والتزام معين مع فريق أساسي في هذا البلد؟ اللي عم تقولي صحيح، يعني انت عم بتضوي على نقطة مهمة، بس آخر ما في رئيس الجمهورية، يعني طبعا بيكون هو بده يجي على
مبدئيا على السيسة كمان عمل على مواقف اخذها، انما الموقف النهائي بده يكون دائما في خانه الدستور. موقف النهائي ما بيقدر يكون في سلاح الا بسلاح بايد الدوله، وما بيقدر يكون مؤسسات تمشي الا من خلال الدستور. وكل مواقفك بدها تصب بخانه كل اللبنانيين. انت وقت بتقولي بدي اطبق القانون، مش عم بقول بدي اطبق، كلنا بدنا نطبق القانون. انا بدي اطبقه على حالي قبل ما اطلب انه يطبق على غيري. القانون محرر للجميع. اذا ما بيقدر كمان رئيس جمهوريه يجي وهو بالدستور الوحيد. هلا طبعا النائب كمان ساهر، بس يلي بيقولوا عنه ساهر على احترام الدستور الوحيد هو رئيس جمهوريه. ما في يجي رئيس جمهوريه ما يرجع يحط مهما كانت مواقفه ممكن يكون فيها، ما بيقدر الا ما يحط كل قواه في تطبيق الدستور. يكون عندنا، بتعرفي الجمله بمقدمه الدستور، انه لبنان واحد شعبا وارضا ومؤسسات. شعبا وارضا ومؤسسات، يعني بس نقول واحد بمؤسساته، يعني عندنا مؤسسه عسكريه وحده وهي الجيش اللبناني، عندنا مؤسسه امنيه وحده وهي الامن الداخلي، عندنا وزاره ماليه وحده، عندنا بور واحد، عندنا مطار واحد، عندنا جمارك وحده. هيدي وحده مؤسسات. ما فينا نعمل ازدواجيه، وهون ما عم بقولها كرمال شيء الا كرمال بدنا نحترم الدستور. ما فيك دوله على سرعتين، سرعه لهول وسرعه لهول. ما فيك ناس تفوت كونتينر مقطوعه وناس تفيت كونتينر غير شيء. ما فيك ناس تدفع ضريبه وناس ما تدفع ضريبه. ما فيك ناس تدفع ضمان وناس ما تدفع ضمان. ما فيك ناس تدفع دفاع وناس ما تدفع دفاع. ما فيك ناس تحمل سلاح وتحمل مشروعها وناس تخضع لهذا المشروع لا حول ولا قوه. ما فيك. وهيدا ما مش عم نجي نقول انه مشروع فلان مش كويس. كل المشاريع يا اختي انا على راسي وعيني، حطوا امام الناس. انا ما عندي مشكله مشروع حزب الله، ما عم بقول هيدا مشروع مش كويس، عم بقول هيدا مشروع كون على راسي وعيني. وضعوه امام الناس، وضعوه امام مؤسسه الدستوريه، اعملوا انتخابات، فوتوا على المجلس، فوتوا على الحكومه، بس اخضعوا رايكم لحكم الناس. اذا بكره بالمجلس وبالحكومه اتخذ شيء باتجاه كون عال، انا ضد الحرب، انما بعترف بشرعيه هذا الموضوع. ولو ضد الحرب بيكون له شرعيه. انا بهمني كل شيء يتخذ من ضمن المؤسسات تكون عنده شرعيته. وبعدين انت بصير فيك توجهي او تدعمي. اقله اذا وجهتي بالسياسه واسقطت الحكومه اللي حامله هالمشروع، سقط المشروع، بنستبدله بمشروع اخر. يبقى السلطه للناس، ما هو الشعب مصدر السلطه ويمارسها. يعني الكل يستقوي بالكتل التي يمتلكها. انا بعمل انتخاب نيابيه تمثل راي الناس. ما قضيه الكتل شيء. وعم بقول لك الاهم جمله بالدستور انه الشعب مصدر السلطات يمارسها من خلال المؤسسات الدستوريه. يعني انت بتمارسي سياسه من خلال الاحزاب. عال ما هيك بتتمارس سياسه. انت بحزب الله بغير حزب بكذا بتمارسي سياسه من خلال الاحزاب، انما السلطه تمارسيها من خلال المؤسسات الدستوريه. هذا الفرق الكبير. انا ما عندي مشكله بحزب الله بكونه حزب وبمارسته السياسه، هذا حقه، انما ما يفرض علي من موقع حزبي يفرض رايه علي وقراره علي، خاصه بس كون بهالخطوره. يعمل السياسي من خلال حزبه وحقه، انما يمارس السلطه من خلال المؤسسات، وهذا حقنا جميعا. وهيك بنكون كلنا مرتاحين. يضلوا ماشي برايه ما عندي مشكله، بس انا كيف بدي اسقط رايه اذا 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 سقطت الحكومه ما سقط رايه؟ انا بقدر اسقط اليوم الحكومه 100 مره ورايه يضل السيد علي. سيادة الشعب بممارسته للسلطة ضمن المؤسسات، هذا المطلب الوحيد. ومن هون رايح الواحد يعمل بريده. أسماء كثيرة مطروحة، يعني طبعا غير من خارج إطار 8 و 14 أذار، على رأسها اسم قائد الجيش العماد جان قهوجي، غير دستوري. سمعنا كمان يعني هلأ دولة الرئيس ميشيل مور عم بيقول انه بفتره معينه بمرحله معينه الوضع الامني فرض ان يكون المرشح العسكري هو المرشح المطلوب، وقد تكون المرحله اليوم ربما يعني تفرض ايضا ان يعني يرجح الوضع الامني الكفي باتجاه المرشح العسكري. هل هذا احتمال وارد اليوم، خصوصا وانه اصبح عاده انا شخصيا مثل ما قلت لك بالاول انا ضد كل مرشح غير دستوري، مش ضد شخصه الكريم. حتى لو تعدل الدستور وصار لا، هيدا خرق للدستور، هلا رح اشرح لك ليه. بس انا بالمبدا ضد كل مرشح غير دستوري، ما لها علاقه بالشخص، لها علاقه بموقف قانوني. هلا تقول لك بكل ليه غير دستوري؟ رح اقول لك ليه غير دستوري. انت اليوم عندك اليه لتعديل الدستور واضحه، ما هيك؟ هيدي
ما عليا نقاش انه بدهم يجتمعوا ديساب بالثلثين ويصوتوا بالثلثين. هلا وقت بيجوا بيستعملوا هن هالآلية بيقولوا لك استعملنا الآلية، اذا التعديل الدستوري لا، ليه؟ حيث الدستور له مبادئه وفلسفته، في شرطين اساسيين لتعديل الدستور، اولا الديمومي وثانيا الشموليه، يعني ما فيك تعدل الدستور لمره واحده استثنائيا ولا شخص واحد، هون رح تيجي بعد شوي تاخذي صوره قائد الجيش وتحطيها على الجريده الرسميه مع القانون اللي انت مع القانون الدستوري اللي عم تعمليه، ما فيك، ما حدا بيعمل تعديل قانون دستوري وقانون دستوري لمره واحده لمره يعني واحده ولا شخص واحد، انت دائما بتعمليها للديمومة، يعني عم تعمل هالشيء ل 20 30 40 سنة لقدام للديمومة ولكل الناس، يعني هيدا الشيء يستفيد كل منه كل الناس، إذا وقت اللي أنت بتخرق المبادئ الدستورية ولو استعملت الآلية الدستورية عم تخرق الدستور، حس عم تخرق المبادئ الدستورية، هن بيجوا بيربحونا شبيه لأنه استعملوا الآلية الدستورية، الآلية الدستورية لا تعمل إلا في موقعها الدستوري إلا ضمن المبادئ الدستورية وضمن هالشرطين اللي هن أساسيين لأي تعديل تعديل صحيح. يعني التعديلات السابقة اللي حصلت كلا انا من اول لحظه بس صار اليوم اذا هيك يعني صار العرف اقوى من الدستور لا مش عارف وقد يصير العرف من جديد لا هيدا مش عارف العرف ما بتقدري انت تاخذي الدستور وتخرقيه تخرقيه تخرقيه وخروقات الدستور تقوليها انه هيدا عرف، العرف بينشأ بغير طريقه، اليوم انت عندك بانجلترا ما في دستور انما في عرف دستوري، ما هيك؟ اليوم بتحس الانجليز كانوا عندهم دستور اوضح من كل دساتير العالم، لا يحس في اخلاق في هذا التعاطي وفي عرف دستوري وفي طريقه دستوريه منسجمه مع نفسها ما يرتاح لها العالم، ما فيك انت اذا خدت القانون طيب اليوم انت مشي على الاحمر بدل ما تمشي على الاخضر، بكره بتيجي بتقولي لي يا حبيبي انا صرت بكره بيجي الدركه توقفك بتقولي له ولو انا صرت ماشي مره واثنين وعشرة وعشرين وثلاثين مره انا ما بمشي الا على الاحمر، عم بقول لك لا لكن هيك انت عملت عرف مع عربيتك لكن رح خرجك من الموضوع، لا العرف ما فيك تبني عرف على خرق، ونحن عم نقول هيدا خرق وعم نضلنا وانا من اول ناس بقول هيدا خرق تنقول للناس هيدا ما له علاقة بالعرف وما له علاقة لا بالواقع القانوني ولا بالواقع هيدا من النظرة الدستورية يعني والقانونية ولكن من النظرة السياسية هل الاحتمال وارد وهل ترى أنه فعلا لألي هناك لازم اتجاه وارد. أنا لإلي ما لازم يكون وارد ولا ممكن تقنعيني ولا تاخذي مني كلمة أنه لك وارد ما في بدي تقولي لي لا مبررات أمنية لا مبررات أمنية اليوم الشخص اللي الدستور بيسمح له يجي ويكون رئيس جمهورية ما عنده قدرة يعني أنه يدير اليوم الوضع الأمني ليش أنه الوضع الأمني أولا الجيش هو ذراع بإيد السياسي الجيش ما بياخد ما بيعمل تصرفات لحاله وإذا عندك جيش ما بيقدر اليوم الذراع العقل السياسي والجيش اللي الجيش ذراعه هو ياخد قرار ويتحرك الجيش وفق الإطار اللي بده يتحرك فيه ما الجيش موجود ليش بدنا بشكل معين نهين كرامة اللبناني كل يوم كل يوم بدنا نقول له أنت ما عندك دستور يعني ما عندك وطن ما عندك دستور يعني ما عندك وجود ما عندك دستور يعني ما عندك حسية هل المبدأ نفسه الدستوري ينطبق أيضا على مسألة ترشيح حاكم مصرف لبنان هون أنا بطلب شغلة حس هون في التباس في التباس بمعنى هل هو يعتبر فئة أولى ما هيك أو لا أنا بهيدا الموضوع حتى أكون صريح وما أقول أنا بهيدا الموضوع بالعكس بطلب أنه ينعمل مرة على طول دراسة موضوعية في هذا الموضوع حتى نشوف هل هو يعتبر فئة أولى أو لا إذا يعتبر فئة أولى مثله مثل قائد الجيش بعد لهلا غير محسوم يعني هذا المحسوم هالوضع حس هيدا موضوع لازم ينعمل فعلا بشكل متجرد ما هيك وخارج عن الفترة الرئاسية ينعمل بعد انتخابة رئاسة مرة على طول ينقال بدراسة موضوعية يصير في توافق عليها من القانونيين انه هذا المنصب فئة أولى أو لا إذا فئة أولى ممنوع عليه لازم يستقيل قبل بسنتين مثله مثل غيره فئة أولى وإذا مش فئة أولى بنبقى بنشوف شو بيكون إذا مش فئة أولى منصب حاكم مصرف لبنان يعني ما رح فوت بهالتفاصيل يعني بس في اذا بدك اقوال بتقول انه هو مش موظف بمعنى الموظف الفئه الاولى العادي ما هيك انه له ستاتيو له ستاتس يختلف عن الاخرين بدون ما فوت عن بعمق الموضوع انما انا بهذا الموضوع حتى كمان اليوم ما اقول شغله هذا انا بقول ارضى بدراسه قانونيه موضوعيه
قانونية إدارية مضبوطة، نشوف كل حيثياتها يصير فيها توافق عليها قانوني، يعني أنه نقابة المحامين وما هيك وزارة العدل أو يصير في توافق عليها قانوني والدراسة صحيحة. إذا وضعته بالفئة الأولى لازم ساعتها يستقيل قبل بسنتين مثله مثل غيره، وإذا لا بيكون هو من خارج الفئة الأولى، من خارج الفئة الدستورية يلي في حظر عليها أن تترشح قبل الاستقالة بسنتين من موعد. نعم، صلاح يتوقف أيضا مع فاصل إعلاني أستاذ صلاح، من بعده رح نتابع بما تبقى من سيناريوهات يلي هو العودة إلى قرار التمديد للرئيس ميشيل سليمان ربما. نعم. وأيضا احتمال الوصول إلى الفراغ وتسلم الحكومة الحالية صلاحيات رئيس الجمهورية. فاصل ونتابع. برحب فيكم من جديد وبتابع القسم الأخير من برنامج الحدث مشاهدينا مع ضيفة أنا بالسابق صلاح حنين، ولكن قبل ما أتابع بحواري معكم مثل ما قلنا بما تبقى من سيناريوهات لاستحقاق رئاسة الجمهورية، اسمح لي أخذ اتصال مباشرة عبر الهاتف مع النائب حكمة ديب عضو تكتل التغيير والإصلاح. صباح الخير أستاذ حكمة. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. كل الأنظار تتجه إلى النائب العماد ميشيل عون رئيس تكتل التغيير والإصلاح كمرشح جدي ومرشح قوي لرئاسة الجمهورية، ما هي حظوظ العماد عون في ظل كل المعطيات والمواقف التي تصدر سواء في الداخل أو في الخارج المتعلقة بهذا الاستحقاق؟ يعني نعيني من مسألة يعني التوقعات والحظوظ والتنبؤات، فينا نحن بإمكاننا أنه نوضع ضوابط وشروط للإتيان برئيس جمهورية بهذا الظرف الحساس، يعني وكلنا متلمسين الخطر اللي يحدق بلبنان إن كان من الخارج وإن كان من الداخل بظل تصاعد يعني وتيرة الإرهاب بالمنطقة. يعني المعايير هي أن يكون هناك رئيس قوي، وهذا بات هالمفهوم هذا يعني مقبول لدى كل اللبنانيين. بس شو يعني رئيس قوي؟ يعني شو يعني رئيس قوي عمليا؟ يعني عنده القدرة على التعامل مع الحدث، عنده القدرة على التعامل مع الاستحقاقات، عنده القدرة على التعامل مع مشكلة الإرهاب، منفتح على الآخرين، يتعامل بشكل جيد مع الغير. نعم. هذا الرئيس القوي يعني. هل هذا ينطبق ولا ريحة ولا طعم؟ وبالآخر يعني عبر عنه العماد عون بهذا الأسلوب هذا. نعم. إنه رئيس مش توافقي ولكن يؤمن أو يجلب التوافق بين يسعى إلى التوافق بين وفاقي. عنده أيضا برنامج إصلاحي ست كاترين. نعم. برنامج إصلاحي لمختلف القطاعات في الدولة. نحن مؤخرا في رسالة من الصندوق النقدي الدولي يحذر لبنان، يعني بعد عنده علاقات قوسين لبنان، من أنه يدخل إلى نادي لندن المعروف نادي لندن، يعني الدول المتعثرة على إدارة شؤونها. يعني في عنا أمل بعد بأنه هالفترة هيدي نطلع من هالحفرة العميقة اللي موجود فيها لبنان. نعم. على عناية يعني مشكلة المالية العامة والاقتصاد وإلى ما هنالك من أمور يعني تشيلنا من هالورطة هذه. طيب أستاذ حكمت، هل تعتقد أنه العماد عون يمتلك كل هذه المواصفات خصوصا مسألة الانفتاح على الجميع؟ هل تعتقد أنه العماد عون يمتلك كل هذه المواصفات التي ذكرتها خصوصا مسألة الانفتاح على الجميع، كونه اليوم هو طرف وفي مكان معين يعني نسبة للانقسام الحاصل في الداخل اللبناني؟ بهالخصوص أول شيء يعني بالآونة الأخيرة تلاقي مع سعد الحريري والأجواء الجديدة اللي اتخذت بقرار من خلوة التيار في دار القلعة، إن نحن سنة عم تحت هذا العنوان الانفتاح على الآخر، ما عندنا مشكلة نحن لا مذهبية ولا سياسية مع أحد، مشكلتنا إنه بدنا نضبط الوضع. نحن استجدت مشاكل إضافية كمان عندما ذهب لبنان إلى عنا، أسمعته أنا للأستاذ صلاح كمان بتعديل كل هالأمور هيدي، اللي يعني أسوأ رسالة أرسلها لبنان عندما مدد لمجلس النواب وعندما استتبع ذلك بالتمديد لقادة الأجهزة. ونحن بحاجة للإصلاح، لبنان لم يعد يعني عنده القدرة أن يكمل كما هو الآن.
من هون من هالمنطلق هيدا نحن نريد هذا الرئيس القوي، هذا الرئيس اللي يتمتع بهالمنطلق. نعم، ولكن بدي اخذ منك موقف اكثر وضوحا لمختلف القطاعات. نعم، لما سالتك انه اليوم العمدعون يعتبر طرف، بمعنى انه هو في مكان معين لانه في انقسام حاصل 8 و14، هو طبعا متحالف مع فريق 8 اذار، فانطلاقا من هذا الواقع قلت لي انه ماشيين بسياسه انفتاح بالفتره الاخيره وبعد الخلوه يلي عملتوها، ولكن هل تعتقد انه مما سبب تأليف حكومي يعني؟ نعم، ولكن الانفتاح في اللحظات الاخيره الاخيره على اطراف معينه، هل يلغي مواقف والتزامات وورقة تفاهم مع الحزب؟ ماذا ستفعلون بكل هذه المواقف والالتزامات السابقة للتيار الوطني الحر فيما لو طرحتم نفسكم يعني طرحتم العماد عون كمرشح فعلا جدي ومنفتح على كل الأطراف في الداخل؟ بعتقد أنه يعني أصبح اليوم في قبول وحتى يسوق لهذه الفكرة انه يكون في نوع من يعني طرف يجمع مكونات البلد. اذا كان في لا سمح الله وهذا الامور تتجه بسوريا وبالمشرق العربي الى الاقتتال المذهبي، هذا الرئيس اللي اسمه ميشيل عون بحال وصوله سيسعى الى يعني اعاده اللحمه بين الطائفتين اللي ممكن انه يخطط أو إسرائيل عم بتخطط للقيام بحرب مذهبية. هو اليوم إذا بدك يعني بحال لا سمح الله هناك صراع سني شيعي، الدور الأكبر سيكون له بظل العناوين اللي طرحها. هذا رأيكم هذا رأيكم كتيار وطني حر وكتكتل تغيير وإصلاح، ولكن هل هذا يمثل هل هذا يمثل رأي مثلا فريق 8 أذار؟ وإذا كان جواب نعم، لماذا لم نسمع حتى اليوم ترشيحا صريحا للعماد عون كمرشح 8 أذار؟ يعني هذه قصة الترشيح العماد عون لهلا لهالساعة مرشح نفسه، وانا هلا عم تساليني وعم بقول لك عم بعبر بصوره شخصيه عن رايي بهذا الموضوع وعن راي الناس اللي بمثلهم حتى. كان من شوي عم بقول الاستاذ صلاح انه الشعب مصدر السلطات، انا امثل شريحه في بعبده في قضاء بعبده عند اكثريه مطلب اذا بدك بشكل حاسم في المنطقه لوصول العماد عون لرئيس الجمهوريه. انا علي انه اوصل هذه الاراده كمان الى الندوه البرلمانيه. إذا عم نحكي بأنه الشعب مصدر السلطة، شعبيا هناك تأييد واسع وهذا بأكده الاستطلاعات الرأي اللي عم تجريها سفارات غربية سفارات عربية ومؤسسات. نعم، بس آخر شيء مجلس النواب في لبنان هو الذي ينتخب، ولكن مجلس النواب في النهاية هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية في لبنان. على رأسي، بس نحن إذا بنحترم إرادة الشعب مثل يعني بعد ما ضربناها هذه الإرادة مرارا عبر التمديدات إلى آخره، علينا أن يعني نوصل هذه الإرادة إذا نحن حقيقة نستحق هذه الوكالة من الشعب. ولكن أستاذ حكمت لم تجبني يعني عن موقف 8 أذار، موقف حلفائكم، ما هو موقف حلفائكم يعني من مسألة ترشحكم؟ بيجي بوقته ست كاترين وفي ما هلأ وقته، ما دخلنا تصريح لا ما نحن دخلنا في المهلة الدستورية يعني في أكثر من تصريح لنواب من كتل معروفة بالتنمية والتحرير وكتلة الوسائل المقاومة، ما فينا عدل لك قديش في تصاريح، إنما اليوم بعد الوقت لم يأتي لكي يصير هناك ترشيح رسمي، حتى من قبل التكتل والتغيير والإصلاح ما طلع هذا الموضوع، يعني كيف بدي طالب الغير أنا إذا لم يكن قرار رسمي بعد. نعم، هذا الموضوع عم نحكي هلا نحن وياكي على سبيل إذا بدك رأيي الشخصي ورأي الناس اللي أنا بمثلهم في منطقة بعبدة. نعم، طيب ختاما ماذا عن الموقف الأمريكي يعني واللقاءات التي تحصل مع السفير الأمريكي في لبنان ديفيد هيل؟ يعني هل فعلا هناك دعم أمريكي لترشح العماد عون؟ تتقاطع عدة أمور يعني حول المرشح ميشيل عون، منها إذا بدك يعني صداقته مع المقاومة وحلفه مع المقاومة، منها أيضا مشروعه للبنان للإصلاح. مسألة الفساد تعني الكثير لكثير من الدول اللي بتشاركنا هذا الهاجس، وأكثر من سفير حكي بهذا الموضوع.
عناد عوم يحمل هذا المشروع لإصلاح الدولة. نحن رايحين بصورة سريعة، اليوم بكرة ممكن أنه ينقر سلسلة الرتب والرواتب، علينا أن نجد إيرادات، والإيرادات كيف تأتي بظل الهدر والفساد اللي بيعتري كثير من الإدارات العامة. من هالمنطلق في نقاط إيجابية عم نحكي من وجهة نظر الغرب أو من وجهة نظر الدولة العظمى اللي هي الولايات المتحدة، إنه في نقاط إيجابية حول هذا المرشح، حول إذا كانوا بدهم هن يحافظوا على المؤسسة العسكرية، هو بي هذه المؤسسة العسكرية، إذا ما عنده أي خطاب مذهبي ولا أي خطاب تفرقة، لا بل يجمع بين المذاهب وبين المكونات بين العائلات الروحية اللبنانية. شكراً لك. نعم، هناك قبول بدأ، يعني في مؤشرات لقبول هكذا مواصفات بيتمتع فيها العماد ميشيل عون. شكرا لك استاذ حكمة ديب، النائب في تكتل التغيير والاصلاح، اهلا وسهلا فيك. اعود اليك استاذ صلاح، لن اعود الى هذا الجدال يلي سبق وحكينا فيه بحوارنا، ولكن سانتقل الى احتمالات التمديد. هل ما زال التمديد للرئيس ميشيل سليمان احتمالا واردا، ومتى يمكن ان يكون هذا الخيار هو الافضل؟ كمان تمديد غير دستوري، كمان خرق للدستور، يعني انا كل هالمواضيع ما بفوت فيها حسب اعتبارها خرق للدستور. خرق للدستور لسبب واضح، انت الدستور بيقول لك تدوم رئاسة رئيس الجمهورية 6 سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد 6 سنوات لانتهاء ولايته. يعني عم بيقول لك بالأول تدوم 6 سنوات وما فيك ترجع تنتخبه إلا بعد 6 سنين بعد مرور ست سنين لانتهاء ولايته. هيدا الدستور معك. إذا أنت بدك تيجي تبددي له ما هيك، ولو استعملت الآلية الدستورية عم تستعمل الآلية الدستورية ضد الدستور، عكس الدستور لخرق الدستور. أنا ضد بغض النظر، أنا ما عم بحكي أشخاص هون، أنا أحترم الجميع، عم بحكي دستور. أنا كل واحد وضعه غير دستوري معك، أنا ضد دائما، كنت من أول لحظة بلشت فيها بالسياسي ورح أبقى هيك لآخر لحظة بعمل فيها سياسي. غيروا لي خليه يكون في دستور آخر، انا ماشي الحال طالما بإرادتي. التمديد وارد ام اصبح وراءنا؟ انا لالي يعني. بدي اقول لا، بدي ضل اني متمسك انا كل شيء، لا انتخاب قائد الجيش اليوم لالي وارد، ولا التمديد لالي وارد، وما بيسوى ضلنا حاطين برأي الناس انه ما في غير شخص من المؤسسه بس هيك العسكريه. يعني مجلس النواب الحالي اللي بده ينتخب الرئيس، يعني هو غير شرعي وغير دستوري اذا هيك، لانه ممدد له. يعني هون فتنا بدوامه، بطل في شيء شرعي يعني ولا في شيء دستوري بقى يعني. تماما، انت اللي عم تقوليه بمحله. ما هيك انا بلشت اقول لك من ايامات التمديد للي سهراوي، عندك انت بالواقع القانوني في عندك الدوفاكتو والدجوري، يعني اللي هو في الواقع واللي هو في القانون. التمديد للرئيس الهراوي الله يرحمه كان في الواقع مش في القانون والدستور، انما اصبح واقعا. الانتخاب اميل لحود والتمديد له، انتخاب ميشيل سليمان ما هيك، وتمديد للمجلس النيابي، والتمديد لقائد الجيش، كله هيدا عكس القانون وكله عكس الدستور. ومش يعني اذا يعني انا بدي اظهر من هالدوامه، بس هلا اليوم الواقع اللي مفروض علينا انه هالمجلس النيابي اللي صحيح صادر قرار الناس وعمل عملية قرصنة على قرار الناس وزور الوكيل اللي عملته لها الناس، انما اليوم صار في بالواقع وهو رح ينتخب رئيس جمهورية. بس انا اللي عم بدي عليه انه نظهر بقى من هذه الفوضى، نظهر من هذه التمديدات ونحترم الدستور. يعني اقله نجيب اليوم لمرة من ايامات التمديد لليسري ونجيب رئيس جمهورية يحترم الدستور، خلي الرئيس الجمهورية يعمل حكومة خارج تحكم، خليه يكون أساس في قانون انتخاب جديد لانتخاب مجلس نائب جديد، خلينا نمشي بالطريق الدستوري لسلامة الوطن وسلامة الناس. نعم، بالدستور ماذا لو لم يعني تحصل انتخابات رئاسة الجمهورية وتعذرت لأسباب معينة؟ نعرف أنه تستلم الحكومة مزبوط. ومجلس الوزراء سلطات أو صلاحيات رئيس مزبوط. الجمهورية بالنيابة. هل تخشى من الوصول إلى هي امكانيه؟ والدستور بيحكي بهذه الامكانيه. هيدي امكانيه انه اذا اجتمع المجلس النيابي بدعوه بالمهله الدستوريه بهالشهر بدعوه من رئيسه، يعني بيقدر يدعي اليوم، بيقدر يدعي بكره، بيقدر يدعي بعد جمعتين، ما بهم، بس بده يدعي بهالمهله.
إذا اجتمع بهالمهلة أو إذا ما دعي الرئيس الجمهوري رئيس المجلس النيابي واجتمع المجلس آخر 10 أيام باليوم العاشر قبل نهاية الولاية ولاية رئيس الجمهورية صار هالمجلس النيابي هي انتخابية وعم ينتخب رئيس. هلا ممكن ينتخب رئيس وما يكون في رئيس عنده هال 65 نائب وما فوق مثل ما مطلوب. هلا أقله بنعرف إنه بهالحالة ما في فراغ، في شغور، يعني بيصير في شغور بالرئاسة، إنما ما في فراغ. لاحظ نيابة عن الرئيس الجمهورية الحكومة اليوم اللي عندها ثقة تستلم صلاحيات رئيس الجمهورية، وهيدا بالقليلة احتطنا لهذا الموضوع. هلأ ممكن إنه ب 25 أيار تخلص ولاية الرئيس، رئيس الجمهورية مجبور يترك مثل ما عمل أمين لحود على كل حال باللحظة الأخيرة من نهاية ولايته، تستلم نيابة عنه الحكومة وبدله المجلس النيابي هيئة انتخابية وعم تنتخب. هلا مسنية إذا بدنا نكون سيئين نية، يعني إنه لما تشكرت هالحكومة يعني بالجدل يلي حصل حول تشكيلتها وحول بيانها الوزاري، هناك ما أوحى لك بأنه في نية للإبقاء عليها أكثر من شهرين إلى ما بعد؟ ما بدي اقول هيك، بدي اقول انه منيح صار في حكومه، ما هيك حتى ما يكون في يعني فراغ اكبر، حساتها لو للحكومه بعدها مستقيله كمان بتنوب عن رئيس الجمهورية بس لحد صلاحيتها وصلاحيتها تصريف اعمال، يعني كمان ما في فراغ، ما هيك، انما بالحد الادنى اليوم بالقليله في حكومه بتقدر تستلم هالصلاحيات. انما طيب هيدا الدستور بيقول هيك وهيدا هيدا كويس بهذا الموضوع، بس المهم انه بتعرفي ليه رح تعلق رئاسة الجمهورية؟ مش رح تعلق رئاسة الجمهورية يحس رح يربطوها بنصاب التلتين، هيدا اللي رح يعلق رئاسة الجمهورية، وهيدا انا خوفي من هون من عدم تطبيق الدستور او القراءة الخاطئة للدستور بعلقوا النصاب بالتلتين. بلشنا من البداية الموضوع بلشنا بهلو، واذا بدهم يعلقوا النصاب بالتلتين رح يضلوا معلقين النصاب بالتلتين تيجي شي شيخ من هالمشايخ بالدوحة او بغير الدوحة يجمعوا للشباب وتحت الطاولة وفوق الطاولة ما بوت حدا من اللبنانيين يعرف شو بصير، وبيجي اسم من مثل اللوتو من هذه الاسماء بيكون هيدا الرئيس ما معه نايب وراه ما له حيثيه فعلا سياسيه حس ما في تكتل نايب وراه، ومنضلنا باداره ازمه سيئه حس ما عنده قدره على اداره الازمه، حتى ما عنده قدره على اداره الازمه. بختم هالحلقه اسمح لي انتقل مباشره الى بعبدا مع زميلي رامز القاضي. اليوم تجتمع حكومه الرئيس تمام سلام في اول اجتماع لها من بعد نيلها الثقه وجدول اعمال دسم جدا، رح يخبرنا عنه أكثر رامز. تفضل رامز. صحيح كاترين، يعني هذا جدول الأعمال، أبرز ما على طاولة مجلس الوزراء اليوم هي الخطة الأمنية، إضافة أيضا إلى من خارج جدول الأعمال هناك مسألة أساسية يعني أو تعيينات قضائية وأمنية، وأبرزها ربما طلب الذي سيتقدم أو سيطرحه وزير الداخلية نهاد المشنوق، مسألة تحويل فرع المعلومات من فرع إلى شعبة، وتعلمين أن هذا الأمر كان مثار جدل كبير سياسي في فترة سابقة وممكن أن يثير جدل وداخل طاولة على طاولة مجلس الوزراء، ولكن يبدو فريق يعني الرابع عشر من أذار مصر على هذا الأمر، فيما يعني يقول مصادر وزراء الثامن من أذار أنهم يفضلون الآن مناقشة الخطة الأمنية، وهناك أكثر من أمر أمني ملح وداهم قبل مسألة تحويل فرع المعلومات من فرع إلى شعبة. هذا أمر ربما يصبح ثانوي بالنسبة إلى الأمور الأمنية الطارئة اليوم، لسيما من طرابلس، إضافة إلى الاشتباكات الأخيرة التي حدثت في بيروت وما إلى هنالك من الأوضاع الأمنية. هناك بعض الأمور أيضا، التعيينات الأمنية من خارج جدول أعمال ما علمنا كاترين هو مسألة سيطرح تثبيت القاضي سمير حمود وهو المدعي العام التمييزي بالإنابة، أيضا تثبيت اللواء إبراهيم بسبوس مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي، وأيضا مسألة داتا الاتصالات أن تصبح أمرا يعني عدم خاضع لاستنسابية وزير، مسألة داتا الاتصالات وأن تصبح يعني الحصول كاملة عليها مسألة يعني كمشروع أو مسألة تقره مجلس الوزراء، أيضا إقرار خطة أمنية للحدود الشرعية
الشمالية الشرقية، وما حكي أيضا هنا تعليقا لوزير حزب الله الوزير حسين الحاج حسن لدى دخوله وما أثير يعني عن مربعات الموت، إلى أنه قال أنه إذا ما أثير هذا الموضوع سيكون له موقف حاسم داخل هذه الجلسة. أيضا سيناقش مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال إحالة بعض الجرائم إلى الإرهابية إلى المجلس العدلي. في هذا الإطار يعني علمنا منذ بعض القليل كلام لرئيس الجمهورية ميشيل سليمان داخل هذه الجلسة، تطرق فيه بداية إلى القمة العربية حيث وصفها كاترين بأنها كانت قمة لبنان بامتياز من خلال يعني إلائها هذا الاهتمام الكبير للبنان، لسيما في ملفات النازحين السوريين أيضا اللاجئين الفلسطينيين. وقال رئيس ميشيل سليمان في هذا الإطار إن أنه كلف وزير الخارجية جبران باسيل بوضع آلية متابعة لكل هذه الأمور بدءا من مقررات أو توصيات مجموعة الدعم الدولية للبنان وصولا إلى متابعة الدعم العربي للبنان في هذه المجالات. وتطرق رئيس الجمهورية إلى الخطة الأمنية التي يجري مناقشتها الآن على طاولة مجلس الوزراء، وقال إلى أنها يعني مرتبطة بقرارات مجلس الدفاع الأعلى الذي أحال هذه الخطة إلى مجلس الوزراء، ولفت إلى أن مقرراتها سرية وبالتالي هي تتعلق بأمور ميدانية ومن غير الطبيعي أن تكون يعني تعلن، وأن الجيش اللبناني هو سيبقى قوة فصل ولكن التعرض إليه غير مقبول، يعني تعليقا على سقوط اليوم شهيد للجيش اللبناني. وقال يعني تطرق أمر أخير إلى مسألة العنف تعليقا على العنف بحق الأطفال فيما سرب من فيديو أخير عن تعنيف أحد الأطفال في أحد المدارس الجنوبية. قال سليمان إن هذا الوجه هو ليس وجه لبنان الحقيقي، إذا كان هذا أبرز تعليق لرئيس الجمهورية في مستهل هذه الجلسة. إضافة يعني إلى هناك على طاولة مجلس الوزراء هناك أكثر من 72 بند، من غير المنتظر أن ينهي مجلس الوزراء مناقشة كل هذه البنود التي أيضا تأتي استكمالا لبنود سابقة في جلس يعني الحكومات السابقة، نظرا إلى أن بدأ بمسألة الخطة الأمنية وأيضا هذه التعيينات، ما قد ربما يعطل أو يطيح بهذه الجلسة إذا ما احتدم النقاش داخل الجلسة. أشير فقط إلى أن قبل هذه الجلسة كاترين كان هناك لقاء بين الرئيسين ميشيل سليمان وتمام سلام. شكرا لك رامز، كنت معنا مباشرة من بعبدة، يعني أول دخوله شمعة طوله مبلشين أنه يمكن الجلسة تفرط يعني على ما يبدو لأنه جد الأعمال مفخخ. بدي أسألك سؤال أخير أستاذ صلاح قبل ما أختم هذه الحلقة، بدأنا نسمع أصواتا تربط بين الاستحقاق الرئاسي اللبناني واستحقاق رئاسة الجمهورية في سوريا، ما خطورة هذا الربط وهل يمكن أي أن يصبح الاستحقاق اللبناني في حكم المؤجل إلا ما بعد انتخابات رئاسة الجمهورية؟ كل ما خلينا الانتخابات رئاسة الجمهورية بالمجلس النيابي اللبناني كل ما حصلنا حالنا وكل ما عملنا خير لشعبنا، وكل ما ربطناها بالطير الطاير أي يكون الطير الطاير بالحالة بسوريا اللي نحن ما لازم نتدخل فيها، الشعب السوري هو بيقرر مصيره هيدا حقه في تقرير مصيره، أو ارتبناها بأي ملك من الملوك أو بأي أمير من الأمراء أو بأي شيخ من المشايخ أو أي رئيس من الرؤساء، بنكون عم نضر حالنا ونضر بلدنا ومستقبل أولادنا. خلينا نخلي الاستحقاق الرئاسي في المجلس النيابي اللبناني وفق الدستور ونكون بألف خير. أنا بدي أشكر حضورك معنا اليوم النائب السابق صلاح نايم، بشكرك على توضيحاتك الدستورية والقانونية أيضا بشكل خاص، وأهلا وسهلا فيك مجددا. بشكركم مشاهدينا على متابعتكم هذه الحلقة وإلى اللقاء.